اولا كنشكروا جامعه حسن الثاني لهذه المبادره القيمه. وصراحة اللي كنتمناه هو هذه المبادره تكون مع جميع اللاعبين الدوليين ولا كما بغاو يكونوا، لانه كنتلاقاو اولا كنتلاقاو مع الناس ما شفناهم شحال هادي. وكنشكر كذلك أكاديمية ريال موروكو اللي خدات هذه الانيسياتيف هذه مع شراكه مع الجامعه. بالنسبه لي شرف كبير باش يكون هذا التكريم هذا ونتقاو مع الدراري ديال الرجاء. ونتمنى ان شاء الله ان هاد الطلبه اللي حاضرين يشوفوا اللاعبين اللي ما كان كاين اللي ما تفرش فيهم، كاين اللي ما كيعرفهمش، وهذه مناسبه باش يتعرفوا على هاد اللاعبين. ونتمنى ان شاء الله ما نكونوش ثقال عليكم بعض الشيء. وكما قلت لك هذه مبادرة طيبة، وكنشكروا الناس المنظمين على هذه المجهودات اللي داروا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.